أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم من هنا في طرابلس، حيث نلتقي بالمهندس الساعد القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي. أهلا بك سيادة المهندس. بالبداية حدثنا عن رؤيتك الآن للوضع في طرابلس وليبيا عموما. يعني بالنسبة لطرابلس، إن شاء الله يدوم دائما هذا الحال الموجود الآن في طرابلس. يعني طرابلس بعيدة عن هذه الفتنة وهذه، والناس يعني ماشية في عملها ونشاطها. يعني طرابلس الحين نعتبر فيها هي عروس البحر المتوسط، فأي حد بيكسر اللي بيخرب طرابلس حيلاقي بالرفض من قبل الشعب والأمن وجميع الناس. فإن شاء الله دائما تبدأ طرابلس ومناطقنا هذه الموجودة الآن حول طرابلس بهذا الحال، نسأل الله أن يهدي باقي الأخوة وباقي الناس في بعض المناطق الأخرى، يلتفوا حول كلمة واحدة وينظموا روحهم، حتى إذا كانوا في مطالب أو في زعل أو في شكوى من شخص معين أو مواضيع معينة أو إلى آخره من المطالب. ما رأيك، يعني ما هي مطالبهم، أو ما هو سبب تمردهم الذي حصل في المنطقة الشرقية؟ هي المنطقة الشرقية هم أهلنا أخوتنا وضم خوالينا وضم الناس عندهم الحق أنهم يقولوا كلمتهم ويعيشوا وينظروا. ويعبروا عن مطالبهم آه وآرائهم والصحات التي هذه يطالبون فيها. يعني فيه الإعلام الغربي وبعض الإعلام العربي والمعارضة والأشياء كلها ظهرت في توقيتات مبرمجة، فأكيد هي مؤامرة منظمة. لكن ليه ما عمرها جتنا فتنة زي هذه؟ وحتى لما نتعاركوا القبائل في بعضنا نتعاركوا ونصاحب ونصالحوا، هذه يدي خارجية. وأنا أقول لك لو يكفوا هم اللي من الخارج علينا عن التدخل، حننهار في بعضنا وبالعكس حنطلع راضين وأكثر من متوقعين. أنا بس متأكد مهندس الساعد، أيضا هناك حديث دائم عن المؤامرة الخارجية، لكن كما تشاهد آلاف الناس خرجوا في مظاهرات واحتجاجات في المنطقة الشرقية. يعني من الواضح تماما أن هناك أزمة أيضا داخلية، نعم وهناك مطالب ورغبة في الإصلاح والتغيير، فلا يمكن أن ننكر العامل الداخلي أيضا. طبعا، هو المطالب في أي بلاد العالم دائما موجودة، عرف، وفي أخطاء كثيرة تم يعني الجماعة قاموا بها المسؤولين عندنا. أنا وجهة نظري يتم أن كل منطقة هي اللي تحكم بمكانها بلادها بطريقتها، لأن أهل مكة أدرى بشعابها. يعني أنت تريد أن يبقى الحال على ما هو عليه في المنطقة الشرقية؟ مش بطريقة العنف والفوضى، لا، يعني الخبراء الاقتصاديين اللي عندهم، الخبراء الماليين، الخبراء السياسيين، عرف، الإداريين، هم ينظموا الميزانية بتاعهم وعدد السكان والبرامج يعني التنموية. زي الكونفدرالية تقريبا. في الأخير هذه يعني ليبيا هي بلاد ما عمرها انقسمت ليبيا من قبل، عرفت، فإحنا لابد أن نحافظ على وحدة ليبيا وأمن طيب ليبيا، دي أهم حاجة بالنسبة لي أنا، وهذه أكيد شاطروني فيها أغلبية الشعب الليبي. طيب أريد أسألك عن مرة ثانية، هل هناك رغبة لدى المنطقة الشرقية وسكان المنطقة الشرقية بالانفصال عن سلطتكم؟ هل هناك طوق إلى، يعني بمعنى، هل هناك رغبة في العودة إلى عهد لا، الملكية، ما فيش حاجة زي خاصة كده. أنهم يرفعون العلم الذي كان موجودا في أيام أي سيادة، المملكة؟ يعني هل هم يريدون استعادة دورهم والله الذي أخذته منهم هذا طرابلس؟ قرار مش في ايدهم هم، ما فيش في ايد حد، هذا قرار في ايد الشعب الليبي. ليبيا ما عمرها كانت منقسمة، هذا قرار كبير، ولا يقدر لا الأمم المتحدة، لا يقدر أهل الشرقية، لا أهل طرابلس. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن باغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي تفيئة. ف يعني لباقي الآية، فالآن بعد العفو وبعد يعني في مفاوضات وحوار عن طريق القبائل وكذا، لكن في بعض الجماعات المسلحة اللي هي ترى أن القتل والعنف السلاح هو الوسيلة، فأظن هنا ما فيش خيار إلا من مواجهتهم أو هل تعتقد أن الاستعلاء الآن من القوات النظامية أو الكتائب الأمنية ارتكبت أخطاء وتعاملت مع المتظاهرين بعنف؟ والله. في الأخير الإنسان إذا ارتكب أخطاء، إذا كان صوم من جانبين، ديروا لجنة تحقيق محققين أو جيبوا محايدين. من الجامعة الدول العربية، من أفريقيا، من الأمم المتحدة، من أي مكان، من القبائل، وشوفوا الأخطاء وين وحاسبهم وحاكموا، تنتهي القصة ونمشي الصفحة اللي بعدها. يعني ليبيا مش حتقعد واقفة عليها، ليبيا هذه مش
اخذ واقف عليه واحد مات او اثنين او ثلاثه، لكن هناك مئات يعني قتلوا على الاقل في اقل تقديرات. شوف يعني تو المانيا والحروب وكذا لما صارت في ناس ماتت، لكن هل انتهت؟ لابد نفكر في الاجيال، لكن لابد من محاسبه المخطئين. واحد حمل مسؤوليته، واحد دار حاجه لما تحمل مسؤوليته ويطلع، ولابد يكون في قصاص وعدل في الموضوع هذا. صح. طيب هل ما زلتم تمتلكون قوه عسكريه كافيه لتامين المنطقه الغربيه ومسانده من القبائل؟ والله حسب علمي ان الجيش لم يتدخل في هذه الازمه بالشكل الكبير وبالشكل المباشر. يعني من يتدخل الان؟ انا نشوف ان الان لا، ما فيش تدخل فعلي هيك، يعني ما سمعتش ان الجيش، يعني تعرف الجيش جيش قوة مسلحة في راس لانوف والبريقة من مش لم يتدخل، يعني تعرف الجيش جيش جيش يعني قوة مسلحة قوية. أنا نسأل عن مدينة الزاوية تحديدا، ما هو سبب المشكلة الموجودة في الزاوية؟ يعني أنا ذهبت أكثر من مرة إلى الزاوية ووجدت المحتجين هناك يعني أصحاب قضية، ناس عندهم مطالب مشروعة ويشعرون يشعرون بالظلم معين. ما هو سبب أن الزاوية تحديدا في المنطقة الغربية ربما تبدو يعني متمردة على السلطات؟ احنا عندنا كل شيء ان احنا ننفذوا مطالبهم، وانا متاكد والله مطالبهم من الشعب الليبي مطالب رأي معقول وبسيط ومقدور عليها، وانا مع ان المفروض هذه مبادرتي الخاصة الشخصية بعد ما تتم مطالب الاخوه الليبيين اخوتي الليبيين والناس الليبيين بعطوا لهم يضربوها في 4 و5 يزوها. طيب هل يمكن الجيش ان يبقى مسيطرا من الناحيه الامنيه على والله اظن الجيش حيكون في اخر، هو الجيش طبعا لحمايه ليبيا من الخارج مش ويحمي في الاماكن الحيويه فقط. فاحنا الان يعني القائد اعطي تعليمات واضحه ان الجيش لا يتدخل الا في حمايه الاماكن الحيويه، يكون جاهز رد التدخل الاجنبي او التدخل الخارجي خلينا صح. وكذلك الاعداد الكبيره من القبائل المسلحه في ليبيا اللي تم تسليحها في هذه الازمه، يعني ارى ان هذه القوات المسلحه الكبيره الموجوده واللي قاعده تحت الانتظار هي مرهونه بكلمه من القائد، عرفت؟ القائد هو صمام امان، لان عند الان لم تتحرك هذه القوات، لكن إذا تحركت قد تحدث ربما حرب أهلية. يعني جدا. إن هذه يعني القبائل تحكي أنت عليها. ما هي القبائل التي ما زالت مواليه لكم؟ يعني هي في وجهة نظري أنا متأكد أن ناحية المنطقة الشرقية وباقي القبائل كلها في ليبيا الآن سلحت وجاهزة لتنفيذ تعليمات القائد. مثل من من القبائل؟ أنت تأخذ الكاميرا وعادي يأثر الناس شوف. أي لكن أنت قل ما فيش مدينة في ليبيا أظن الآن في الدواخل إلا عند سلاح ورفلة، سهل شفارة، ترهونة، يعني هنا القبائل تحت بالروحة هي النظام. يعني تدخل مثلا هراوة، منطقة هراوة فيها قبيلة ولاد سليمان. ما يقول لك لا أمن لا قائد لا ثورة لا شيء، هذه احنا مدينتنا ما يقرب أحد. تمشي بالطريق هراوة في أي منطقة؟ هذه ما بين بن جواد وسرت. أو مثلا تمشي لي مثلا أي سبها أو يقول لك احنا هذه عايشين هنا ومتعودين على طريقة العيش، اللي بيجي بيغير حاجة يجي يغيرها بالتشاور معانا. أرفلة موالية بالكامل؟ ورفلة هذه قبيلة كبيرة جدا وعندها تاريخ مع قبيلة نحن، احنا عايشين معاهم في نفس المناطق وعندها تاريخ وجد مدفون في بن وليد. جدك؟ نعم. يعني والد العقيل معروف هذا؟ فواحد من جدودنا هنا. فخوتنا احنا نقول خوتنا ورفلة. نعم. علاقتكم طيبة فيهم من زمان؟ جدا طبعا. وما زالت علاقة جيدة بينكم وبينهم؟ تستمر للأبد. يعني علاقة تحالفية علاقة للحفاظ على السلطة؟ علاقة مش سلطة وتحالفية، علاقة محبة ودم. هل ستبقى السلطة في أيديكم أقصد؟ يعني الأمور ستبقى تحت السيطرة في المرة في الفترات القادمة؟ هو طبعا القبائل كلها مسلحة وفي قوات الجيش الليبي وفي المنطقة الشرقية أيضا مسلحة. فالوضع يعني ما هوش زي تونس ومصر. الوضع خطير جدا من ناحية الحرب الأهلية. لابد القائد يكون له دور كبير جدا جدا في التهدئه واقناع الناس للجلوس مع بعضها واقناع الناس للجلوس مع بعضها في رسم المستقبل. لكن هناك من يقول بان الشعب في معظمه ضدكم كنظام وليس هناك انقسام. انت بروحك شفت، انت جيت طرابلس سوى مش زي قبل مراسلين من بعيد جيت لليبيا وشفت كل شيء قدامك.
يعني في مئات الالاف او اكثر من كم مليون مع القائد، وهذه كلهم قبائل مسلحه. اذا القائد صارت له حاجه او يسلم وكذا، هذه من اللي يتحكم فيها؟ الكنترول وين؟ حتبدا حرب اهليه ولا هوادة فيها. قبائل اورفلا ما زالت مواليه لكم؟ مش غير قبائل اورفلا، القبائل كلها ترى في القائد معمر القذافي اللي هو الاستقرار، عرفت، والامان. اذا صارت بعض المشاكل المسلحه فيها ممكن مع الوقت تتم التفاهم والتعامل معها. لكن الان تحت هذه الظروف، تحت التهديدات الداخليه والخارجيه، القائد لو يتنحى او هذه القبائل ما يكونش معها القائد، حتعمل كل قبيله حتدير في راسها. تبدا الحرب الاهليه طبعا زي الصومال او زي تعرف فارستان. لكن يعني تهديدكم او تحذيركم من هذه الحرب الاهليه الا يعتبر تخويف للشعب لكي عادي خذ الميكروفون اسال اي مواطن ليبي يقول لو نحوا القائد انت تبي حد يحكم؟ في المنطقه الشرقيه هم معارضون لكم بالاغلبيه الساحقه، لكن ربما المنطقه الغربيه الوضع يختلف قليلا. هناك شاهدنا فعلا الكثير من المؤيدين. انا عايش حتى في الشرق في البيضه، يعني تعرف اخواننا من المنطقه الشرقيه، فعندي ذكريات وانا صغير في كل مكان في ليبيا حكم معظم ال، لكن طرابلس قاعده بالنسبه لي هي العاصمه وهي ليبيا، اي شيء يحدث في طرابلس يتاثر من الليبيين كلهم. ولا يجوز ولا يجب ان المساس بامن وترويع اهالي مدينه طرابلس والليبيين بصفه عامه. وانا هذه بنوجهها بما انتم العربيه درتوا معي مقابله. انا اصدقائي ما عندهمش علم اني نعمل مقابله مع العربيه، لكن هم انا نعرف شو حيقولوا لي ونحن نقولها لكم شنو يبون مني. يطلبونكم لو سمحتم ان جاكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما تقولوش في قصف في تدمير في هجوم في اقتحام في كذا وهي ما في شيء. يعني اكثر من صديق لي يعني شخصي والدته صارت لها يعني مشاكل في اللي حتى توفت من القلب، ونقدر نرفعك يعني نقدر نجيب حتى اسامي. ترويع العائلات والاهالي لا يجوز يعني بال، هو ما يحدث لو سمحتم تاكدوا من المعلومه وبعدين انقلوها، خاصه الامور هذه الان الناس كلها خايفه، فجي يتفرج على العربية يقول في قصف في هنا في المنطقة هذه في منطقة حي دمشق، ففي من الخلعة جي سكتة قلبي اللي يخاف اللي يدرب. يعني هو ما يحدث سيادة المهندس يعني أن هناك نعم، لكن هناك بلا شك بعض المناطق المتوترة مثل اليوم والبارحة الزاوية مثلا تحدث مواجهات واشتباكات. أنا قلت من البداية ما مش نتهم العربية ونتهم حضرتك ونتهم، لا بنتهم الناس اللي تنقلكم في الأكاذيب تخلط في البلابل. يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلو واحد يقول لك راه في قصف في انت، لكن انتم ايضا عندكم مشكله اخطاتم في عدم فتح ليبيا امام الاعلام، ويعني علاقتكم بالاعلام كانت يعني سيئه يعني منذ سنوات، صح ولا لا؟ شوف المسؤولين على الاعلام على القصه ما زال نتابع نشوف كيف تغطون انتم الاحداث. ما رايك بالتغطيه؟ والله انت بتحتاجوا الى الدخول مع الشعب عشان تشوفوا تنقل مضبوط، قاعدين متباعدين. لكن انت تعرف بان المنطقه الشرقيه تحديدا معارضه في اغلبيتها الساحقه للنظام هنا، فلا نستطيع ان نقول بان كل الشعب الليبي يتفق على راي واحد. في المنطقه الشرقيه الوضع مختلف، هنا في المنطقه الغربيه نقلنا بان هناك رغبه لدى السكان في الجنوب. سنذهب إلى الجنوب أيضا، لكن يجب أن نعترف بأن ليست أهواء الناس كلها متوافقة، يعني هناك من هو ضدكم هناك من هو معكم، ونحاول أن ننقل هذه الصورة بتوازن. يعني طبعا الاختلاف هذا موجود في أي مكان في العالم، الناس يختلفوا حتى في الله سبحانه وتعالى، في اللي يقول في اللي قال موجود في اللي قال ما في، اللي أنكر الوجودية. وصعب أن تلقى أغلبية على يعني حتى الآن معنى الإسلام دين الحق، هل الكرة الأرضية كل الناس مسلمة؟ حتى المسلمين هل كلهم من اهل؟ طب ما هو رايك؟ الاسلام كله فرق، ما هي الاختلاف هذا شيء طبيعي. ما هي الاخطاء التي ارتكبتها الدوله الليبيه هنا والتي ربما ادت الى هذه الازمه؟ يعني احنا البيروقراطيه كانت واحده من الاشياء عندنا، كان في كثير يعني في من التملق، الفساد، ايضا مقوقعين مش مطلعين على العالم برا شو صاير في العالم برا. يعني مرات انا في افكار يقول انت افكارك دائما مشاريعك دائما صعبه ومعقده، تجيب لنا حاجه سهله، ولا مش حاجه سهله، هذه الاجيال تكبر والعالم يتطور والعلم والحضاره لابد تواكبوك، هذا يعني حتى تتخلفوا عن الركب. اشياء كثيره هو، لكن في اشياء الحق، الاشياء الحق، قال القائد
القائد طبعا مو زي ما بيقولوا هو ران ذا شو افري داي، مش القائد في ليبيا للأمانة. هو كان يفترض سيف الإسلام في ال4 سنوات الأخيرة مع رئيس الوزراء والوزراء والأمين للشعبي العام، فكان القائد يقول لهم يوميا أنتم you have to run the show، يعني أنت تسير الأمور وتزود الناس والقبائل والمدن وكذا والميزانية، لكن في أشياء ما تقربهاش، وهي الأشياء اللي هي تمس القوة المباشرة للشعب الليبي، الحق مثل النهر الصناعي، أسعار السلع الأساسية، أسعار المحروقات، أشياء زي هذه. كان القائد يقول ما تقربوش الدعم الحكومي، عرفت؟ أو مثلا المشاريع الاستراتيجية الكبيرة اللي هي مثلا مشروع النهر الصناعي، السكة الحديد، هذه لابد يتم مشاورة القائد فيها لأنها لها علاقة بالدول الخارجية ولها علاقة بالاتحاد الأفريقي ولها علاقة ب، لكن الباقي كان الشعبية العامة عندها صلاحيات كاملة أن هي تقدر ان هي تتحمل مسؤوليه. طبعا هي عندها، هي عندها الامكانيات والصلاحيات اللي تخلي ليبيا من هيك هيك. انا بدي اسالك عن قضيه معينه. هل من يعني المقبول وصف الناس في المنطقه الشرقيه بانهم مخدرين وانهم مرتزقه وكذا؟ يعني هناك مطالب شرعيه لو ما هم جزء من الشعب. انا اقول لك هو في فوضى، لا شك في انه في فوضى، وهذه فتنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بالبادر وبالاعمال فتنه كقطع الليل المظلم. لكن هم ليبيين ولديهم مطالب. نكمل كلامي المعلومه تصل صحيح. في فوضى، والفوضى هي مجال خصب للناس اللي تعين الخمر والمخدرات والبلطجيه وكذا. المعارضه او اي واحد عنده غرض انه هو يبي يسيطر، الناس المرة تخاف. اللي ما يخافش في الوقت الفوضى والمظاهرات هم الناس اللي الصغار في السن، اللي تحت الكحول الخمر، تحت تاثير المخدرات، تحت الانفعالات. فهي تلقاهم فيها خليط، تلقى اللي عنده متدرب عسكري، تلقى اللي تحت الخمر، اللي تلقى كل الناس، كل الفئات الموجوده تلقاها في وقت الفوضى. الفوضى هذه طبعا نعوذ بالله منها، إذا اكتسحت صعب إيقافها إلا وتحتاج إلى وقت. لكن هناك من يقول بأن هؤلاء جزء من الشعب الليبي وجزء كبير من الشعب الليبي، وهم يمثلون منطقة نصف ليبيا تقريبا، ولديهم مطالب ورغبة بالإصلاح والتغيير، فلماذا لا يتم التعامل معهم بالحوار و يعني مع التعامل معهم ليس بس بالحوار، يعني مجرد الحوار. أنا أتمنى أنهم يعطوهم أكثر مما أعطي لهم في 40 سنة فاتت. ما هي مشكلة المنطقة الشرقية تحديدا؟ المنطقة الشرقية أجمل منطقة في ليبيا، والناس اللي فيها ناس معهم مشهورين بالكرم، يعني أعرفهم من خوالي. ولو تمشي للمرج وتمشي للأماكن هذه البيضاء ما تحسبش روحك أنك أنت في ليبيا، تحسب روحك في أوغندا ولا في بلجيكا أو سويسرا. ولم يعطى حقه الجبل الأخضر بالذات، يعني عارف. هناك من يقول بأن ظلما كبيرا وقع على بنغازي تحديدا في السنوات الأخيرة، إهمال ويعني جزء شيء من الاضطهاد ما بيش لافتة الله، ما بيش نحن نشحن القلوب. لكن هناك إهمال المنطقة الشرقية على ما يبدو. هو أنا واحد من الناس أهملت، مش المنطقة الشرقية. أنا جبت مشاريع كبيرة، ممكن المشاريع اللي صار منها هذه والله الأزمة ما حدثت. أنا قدمت مشروع استضافة كأس العالم 2010، مشروع عيني، متأثر بلاتر، متأثر الأخ محمد بن همام. إحنا اشتغلنا شغل غير عادي في توضيح رغبتنا وخططنا لاستضافة كأس العالم كاتحاد كورة، واقتنع به بلاتر، واقتنع به الأخ محمد بن همام، واقتنع به مجموعة كبيرة من المكتب التنفيذي في 2002 هذاك الوقت. قدمت مشروع آخر زي من الآن ما يقوم هم الجماعة في المنطقة الشرقية، اللي هو منطقة زوارة وبوكماشا. هذه تعلن هي منطقة اقتصادية خاصة، ويكون لها قانون ذو مرونة واستقلالية في درجة كبيرة. الأمور السيادية تتبع طرابلس، لكن يعني تتبع ليبيا، لكن يكون في درجة كبيرة من الاستقلالية عندنا في المنطقة الاقتصادية الخاصة. أعلن عليها وجبنا الأخ محمد العبار زمان من شركة الأعمار، وقلنا حنديروا مدينة حديثة تشبه مثلا تورونتو صغيرة أو هونغ كونغ في شمال أفريقيا. احنا عندنا أموال، وجهزت القانون وجهزت المشاريع وجهزنا كل شيء، لكن طبعا يعطلوا فينا هذه كيف، مش فاهمينها ومش ضروري، وما فيش تشجيع في الأمور هذه، عرفت؟ ف
كاس العالم، اذا تخيل انت لو كاس العالم عام الاول استضافتها ليبيا مش جنوب افريقيا، واحنا جنوب افريقيا كنا الاثنين الوحيدين اللي مع بلاتر، واغلبيه المكتب التنفيذي مع بلاتر لما نجح، فيا اما ليبيا اما جنوب افريقيا، عرفت؟ حتى لو اخذت جنوب افريقيا كنا ناخذ الترتيب الثاني، لكن احنا جاء تعليمات بالانسحاب يعني مره واحده. وفي البرنامج مع شركه اعمار اسر وحتى الاخ محمد العبار 2011 افتتاح المرحله الاولى للمدينه مدينه المستقبل بتاع نسميها مدينه ليبيا الحديثه. ممتاز، فرصه طيبه، الله يخليك. انا يعني تعبتك في هذا اللقاء. انت اقتحمت انت وغصبت علي المقابله. لا بسيطه، علي الاستاذ اللي عندي موعد خارج بسيطه. المقهى هاي بتاع استراحه والمكتبي في الجهه الاخرى. هاي استراحه هنا. وشاهد الكثير من الكتب الدينيه عندك، يعني هل لديك اهتمامات دينيه في الفترة الأخيرة على ما يبدو؟ والله الفترة الأخيرة الدعوة السلفية بدأت عندها الضوء الأخضر اللي كانت مغيبة وكان عليها قيود. فالآن احنا في هذه الفتنة، يعني هذه الأحداث وهذه الفتنة، الشباب السلفيين نلتقي يوميا ونتناقش ونقوم بجهد يعني خيري وتبرع يعني. ما هي أكثر الكتب القريبة إليك يعني؟ طبعاً أنا يعني نحب أكثر شيء الكتب ال تفسير، عرفت؟ ايضا في عند بعض الكتب اللي هي بعض المشايخ، طبعا هذه قاعده تحت الترتيب. انا احب نقرا كتب اللي لها علاقه بشرح تفسير القران، تفسير القران وكتب الشيخ نصر الدين الالباني، الشيخ العثيمين. نعم.